من لندن ينضم إلينا باباك إماميان، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية. مرحبا بك سيد باباك. قبل اندلاع هذه الاحتجاجات كان الشارع الإيراني والحكومة الإيرانية مضغوطة اقتصاديا بسبب العقوبات كما تسميها هي. الآن الكثير من القطاعات أوقفت العمل في الداخل الإيراني، إلى أي حد الحكومة، حكومة إبراهيم رئيسي، تستطيع مجاراة ما يجري اقتصاديا أو تحمل ذلك؟ شكرا لك على طرح هذا السؤال. أود أن أشير إلى أنه في عام 1979 فكافة الشعارات التي ترددت آنذاك كانت دينية، وكافة الشعارات التي تردد في عام 2022 لا صلة لها بالدين، وإنما هي تتعلق بالعلمانية وتغيير النظام. وكما تفضلت فإن الاقتصاد مفلس في إيران، والناس الذين كانوا يتوقعون بأن هذا الوضع سوف يزول بعد شهرين، لكننا وصلنا إلى نهاية أكتوبر والاقتصاد توقف تماما. طيب، مزيد من العقوبات يربك الحكومة الإيرانية، وهذا ما يجري الآن. واشنطن تفرض المزيد من العقوبات، ولكن تأثير هذه العقوبات بشكل مباشر، البعض يتحدث بأنها على شخصيات لا أموال لها في الولايات المتحدة ولا في العواصم الأوروبية. بدي أديبك، العقوبات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات على الورق فقط. فمنذ وصول بايدن إلى الرئاسة قام بتخفيف العقوبات على إيران، واستطاعت إيران بيع ما يصل إلى 1.2 مليون برميل من النفط يوميا. هناك أمر ما له صلة بالسياسة الخارجية الأمريكية التي يصعب فهمها، أي نحن لا نفهم لماذا يريد أن يدعم النظام الإيراني، وهو نظام بالأمس قال قائد الحرس الثوري الإيراني ما لم يعود المتظاهرون إلى ديارهم سيكون هناك عملية إطلاق نار واسعة وعملية قتل جماعية. هذا هو الخيار النووي الذي يفكر به النظام الذي ينهار وليس له مستقبل، وبالتالي فهو يلجأ إلى الخيار النووي، أي القتل على نطاق واسع. لكن النظام يدرك أن القتل الجماعي ليس هو الحل، ولن يساعد الاقتصاد أو يضع الغذاء على طاولة أو مائدة الإيرانيين، ولكنه قال ذلك. لكن هذا الخيار لن يفلح، ربما سيؤخر فقط تغيير النظام. والسؤال الكبير الذي يطرح هو لماذا قال الجنرال حسين سلامي هذا الكلام، لماذا هدد بذلك على الرغم من أنه لن يستطيع تنفيذ وعيده. قرب الاتفاق النووي من عدمه كان مرتبط بضغط من بعض الشركات الاقتصادية الكبرى في العواصم الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة بحثا عن الاستثمار في الداخل الإيراني. من الممكن أن تعاد الكرة وتضغط هذه الشركات على إدارة بايدن وبعض الحكومات الأوروبية من أجل التسهيل والتوقيع؟ في العام الماضي شهدنا فصل تام بين الأسواق المالية وما يمكن للسياسيين أن يقوموا به. علينا فقط أن ننظر إلى الأسابيع القليلة الماضية في المملكة المتحدة، حيث أن الأسواق ذهبت في اتجاه فيما ذهبت الحكومة في اتجاه معاكس. والسياسيون يجب أن يدركوا الآن الواقع الجيوسياسي، وإيران جزء لا يتجزأ من ذلك. على السياسيين أن يتعاملوا مع هذا الوضع، والشركات يمكن فقط أن تستثمر في إيران إذا كانت هناك إيران حرة، وإلا فإنهم لن يتعاملوا مع دولة إرهابية. تنتظر حكومة إبراهيم رئيسي هذه المكافأة الاقتصادية، من الممكن أن تقدم بعض التنازلات لتوقيع الاتفاق وبالتالي تهدئة الشارع بأنها وقعت هذا الاتفاق والظن بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن؟ Well,
دعنا ننظر إلى الأمر هكذا. فإذا موقع الرئيس رئيسي اتفاق، ما بوسعه الحصول عليه في المقابل هو دعم سياسي من الغرب، لأن إيران لا يمكن لها أن تبيع المزيد من النفط، أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط اليومي، وهي تحتاج لبعض السنوات لزيادة إنتاجها. وبالتالي أعتقد أن هناك فقط حل يكمن في ربما القبول ببقاء النظام، حيث أن الغرب لن يدعم أي تغيير للنظام في إيران. من هو القطاع الذي إذ ما أضرب بشكل كبير أو يعني تراجع إلى الخلف وقال بأنه يساند المتظاهرين، عندها سنقول بأن الوضع الاقتصادي سيكون مختلف والنظام على شفا السقوط؟ هذا سؤال مهم. قطاع النفط والعاملون في قطاع النفط، لأن النظام بحاجة إلى مداخيل البلاد من النفط، فإذا أضرب عمال قطاع النفط النظام عندئذ لن يحصل على الأموال ليدفع المرتبات قوات الأمن، ويتم الآن دفع $100 يوميا لكل فرد في قوات الأمن الإيرانية، يتم إنفاق حوالي $10 ملايين يوميا على القوات الأمنية. وإذا لم تصل الحكومة إلى هذه الأموال سيكون من الصعب عليها دعم قواتها الأمنية. شكرا جزيلا لك من لندن، باباك إماميان، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية.